دكتور جالو، أهلا وسهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. Thank you. دكتور جالو، كيف شعرت عندما اكتشفت مرض الايدز؟ اكتشاف فيروس الايدز لم يكن وليد الصدفة بل نتاج البحث الطويل، لكن لحظة اكتشاف الفيروس حصلت عندما كنت بمقارنة فحوصات الدم لإحدى المرضى وجاءت تحليلات مطابقة لنتائج البحث. عندها علمنا أننا على الطريق الصحيح، لكن هذا لم يكن كافيا حيث يجب علينا أن نقنع العالم بنتائج أبحاثنا. أكثر من 30 سنة على محاربة مرض الإيدز، وما زال فيروس الإيدز يشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان. لماذا هذا برأيك؟ لا يأخذ الجميع الدواء بشكل منتظم أو يراجع الطبيب بشكل دوري، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعلمون أنهم مصابون بهذا المرض لأنهم لم يجروا الفحوصات الكافية. أغلب المصابين يعيشون بشكل جيد إذا التزموا بأخذ العلاج، لكن هناك فرصة الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب. إن عدم السيطرة على المرض بشكل تام لغاية الآن هو بسبب ظروف اقتصادية وبسبب سلوكيات الناس وكيفية الوصول إليهم، ولابد من الإشارة إلى أسباب مثل عدم توفر الأدوية المناسبة والأطباء المختصين في كل مكان. أعتقد أنه من الممكن السيطرة على هذا المرض عن طريق التشخيص الصحيح والفحوصات الكافية ثم الالتزام بالدواء. هذا كله سيحد من انتشار المرض بشكل كبير. دكتور جالو، منذ لحظة اكتشاف أدوية لمعالجة الفيروس وخفض نسبة الإصابات في هذا المرض والمحاولات لا تزال مستمرة لمكافحة المرض، ما هي آخر التطورات في مجال العلاج والوقاية؟ هناك تقدم علمي في مجال أبحاث مرض الإيدز خلال العقد الأخير، وبالتحديد استهداف الأنزيم المسؤول عن إعادة إنتاج الجينات، وهناك أنزيم آخر اسمه بروتياز وهو مهم جدا في تكوين هذا الفيروس. دكتور، the fact of 30 million people. هنالك واقع بأن 30 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز ويتعايشون مع المرض يوميا. إلى أي حد يشكل هذا خطرا بزيادة الإصابات ونقل الفيروس للآخرين؟ Obviously education is key. التوعية والفحوصات تشكل عامل أساسي في الحد من انتشار الفيروس. اكتشاف المرض عند الأشخاص يأتي من خلال إجراء الفحوصات، وعند التأكد من الإصابة يمكننا وضع خطة العلاج ومن ثم توعية المصابين حتى لا ينتشر الفيروس. في الواقع هنالك الكثير من المصابين في المرض والذين يتعاطون العقاقير العلاجية ويعيشون في المجتمع بشكل طبيعي. إلى أين توصلنا من حيث الحد من انتشار المرض؟ With proper therapy and following by decent doctors. أغلب المصابين بالمرض والذين يتلقون العلاج بشكل صحيح ومستمر يعيشون حياة صحية، خاصة إذا ما تم تشخيص المرض مبكرا ووجود طبيب مختص. قد يصاب من هم أقل حظا بأنواع غير تقليدية من السرطان، ولكنها ليست شائعة ولا تحدث باستمرار. دكتور جالو، استنادا على آخر الدراسات والأبحاث، إلى أي حد أنت متفائل على اكتشاف علاج يشفي كل المصابين حول العالم؟ إن إيجاد علاج للمرض لا يرتبط بالجانب العلمي فقط، وإنما يعتمد على التمويل والوضع الاقتصادي بشكل كبير، كذلك الرغبة على الاستمرار في البحث، وأيضا يعتمد على المجتمع نفسه وعلى مدى تعاون الحكومات. ماذا تقول لشخص مصاب في المرض ويأمل بالشفاء العاجل؟ أنا أستطيع القول أن معظم المرضى يشعرون بالسعادة والامتنان لتقدم الأبحاث في هذا المجال، لكن هناك بعض المرضى الذين يتساءلون باستمرار عن إمكانية التوصل إلى علاج، وهذا ما يزيد الضغط على الباحثين. برأيي يجب التركيز على الوقاية من المرض عن طريق منع انتشاره بالتوعية والفحوصات، وربما عن طريق إيجاد لقاح للوقاية من المرض في المستقبل. دكتور جالو، شكرا لاستضافتك لنا، وأأمل بأن نرى علاجا شافيا في المستقبل القريب، وشكرا.